السلام عليكم ورحمة الله. حاب سيارتك تكون صاروخية بالركض والانطلاقات بالملعب، تابع هذا الفيديو، وإذا عجبك لا تبقى علينا باللايك واشتراك وتفعيل الجرس، ويلا نبلش. أصدقائي، فيديو اليوم هو طبعا تمارين لزيادة السرعة بهذا المطاط. هذا المطاط بتروح على أي بيت رياضة، محل ببيع أجهزة رياضية وهيك، احكي له بدي من هاي، خذ هاي الصورة وبتنزلها وعندك بالجوال بتروح تطلبين. طيب هاي هي إلها كذا لون، اخضر وازرق واسود وهذا البرتقاني، هاي هي الالوان، وهي الالوان اللي احكي لك ليش هي كذا لون. فيك تجيب لون الاحمر بكفيك، وفيك تجيب الاسود بكفيك، بس الالوان في عندك اللون خفيف كتير اذا كنت ضعيف وصعب انك تشتغل بهاي هدول، تمام؟ فجيب انت العده كامله، ترى هي سعرها يمكن دولارين او ثلاثه بالكثير، فجيب منها وراح تفيدك كثير، والتزم بهاي التمارين اللي راح احكيها اليوم وراح تشوف فرق ثاني يوم ان شاء الله. تابعوا معنا التمارين. التمرين الاول يا اصدقاء، تحط اجرك، شوف حطيت هاي، تمام؟ تلبسها لبس، لبستها لبس، حلو؟ تعمل هيك، تعمل هيك، هذا صعب، اسحبها، تمام؟ تعرف ليش ها؟ شوف ركز هون كيف عم تشيل، هاي بتشد هون، بتشد هون، بتشد لهون، بتشد هاي كلها، هو اساس الركض وقوة السرعة موجودة هون بالفخذ، تمام؟ تعد واحد، خليك ثابت، طلع على شغلة وحدة وثبت، 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بتعد 10، بتبدل على الاجر الثاني، 1 2، ليك شايف؟ اجرها بتقطع اجزاء حالها، لان هاي هون انا ما عندي قطع بالرباط ما بقدر اسيطر عليها، تمام؟ كمان بتعد 10 ويلا بينا، حطوا التنتين وبلشوا. طبعا يا اصدقائي هذا التمرين 3 جولات، كل جوله بتعد 15 عدي وبتريح بعدها 10 ثواني، تمام يا اصدقاء؟ يلا بينا على التمرين الثاني، شفت التمرين؟ يلا على التمرين الثاني. سبت حالك 4، تعد 10، تعد 10، بعدين بتبدل على الاجر الثاني مباشره، بتخلص ال 10 هون بعد شوي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تمام؟ 3 جولات هذا التمرين، كمان مثل التمرين الاول. اصدقائي التمرين الرابع والاخير هو هذا التمرين، مهم كثير، شكل ركضتك بالملعب راح تختلف، وتاكد من كلامي اللي بحكيه، نفذها صح وشكل ركضي بالملعب راح تختلف من ثاني يوم، وراح تراجعني بهذا الكلام. كيف عم تعمل هيك؟ اسفين، يلا سويها. هاي راح تكون فوق، هاي بدها تكون فوق، هاي راح تكون فوق واجرك ساكت، استنى جاهز، هاي فوق، هاي اليمين فوق، يسار تحت اجرك ساكت، تنزل ترفع، يا عيني عليك، هاي اصدقائي بنكون خلصنا فيديو لليوم، يعطيكم العافيه على المشاهده، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا علينا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واكتبوا تعليق ايش هو مشكلتكم بالملعب عشان نحلها ان شاء الله. بس سلام.